أعطني الناية وغني، فالغنى سر الخلود، وأنين الناية يبقى بعد أن يفنى الوجود. مشاهدينا، هذه بعض الكلمات التي قالها الشاعر جبران خليل جبران، ويبدو أنه كان على حق. للغناء فوائد كثيرة بالفعل، ولكن هل الغناء يخفف بعض العقوبات؟ ربما مشاهدينا، فمقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشاب عراقي يغني أغنية هلا يا نور عيني لشرطي في لندن. البعض قال إنه يغني ليخفف عنه الشرطي غرامة لمخالفة ما وقع بها الشاب، لكن اللافت واللطيف كان ردة فعل الشرطي الذي استقبل الشاب بابتسامة وترحيب. فلنشاهد هذا الفيديو. هلا، السلام عليكم براد، هاويه هلا ويا نور عيني ويا هلية حبيبي من تمر سلم علي. هلا ويا نور عيني ويا هلية يا غالي من تمر سلم علي. خذني وطير بيا للسماء وذبني بقاع ما بيها نداوة، سمك بني وقلوني بقاوة، صفت شمس ضحك ضحك علي. هلا ويا نور عيني ويا هلية حبيبي من دمون سلم علي. مشاهدينا، شاركونا عبر حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي، هل أنتم مع تغريم الشاب أم لا بعد هذه الوصلة الغنائية؟